بشكر اللعيبه وبقول لهم الف مبروك على الاداء وعلى الروح الكويسه. احنا اشتغلنا طول الاسبوع اللي فات على شغل معين. الولاد في الشوط الاولاني ما كانوش مركزين، انت عارف الولاد سن صغير 14 سنه بقى لهم 7 ماتشات بيكسبوا، فغصب عنهم يعني الدافع كان كبير ان هم حاسين ان هم كانوا مستطيلين الاول، حتى الجون جه في اول دقيقتين فعمل لنا مشكله، بس كان عندنا ثقه في ربنا في اللعيبه الحمد لله. احنا اتكلمنا معاهم بين الشوطين، انا اتكلمت معاهم وقلت لهم الماتش ده انا اللي هتسال عليه، انتوا مالكوش دعوه بالماتش، انا عاوزكم بس تلعبوا وتمتعوا نفسكم، واي نتيجه غير المكسب سيبوها لي انا. وانا كان عندي ثقه في ربنا في اللعيبه، انت شفت احنا ضيعنا قد ايه، وكان عندنا وانا جوه الملعب عمال اقول لهم ان شاء الله هنجيب ان شاء الله هنجيب، ان كان عندنا ثقه في ربنا في اللعيبه كويس قوي الحمد لله. احنا المجموعه الثانيه احنا كسبانين 8 ماتشات، احنا الفئه الوحيده اللي في مصر كلها كسبانه كل الماتشات، ففضل الله يعني الاداء كويس، لعبنا فئه كبيره وكسبناها. تعرف الاولاد برضو عندهم حلم ان هم يمثلوا النادي الاهلي درجه اولى ويمثلوا منتخب مصر. انا بشكر اللعيبه قوي على الاداء وعلى الروح لغايه دلوقتي يعني.